الطنجاوي الوافدين هذا المساء بكل الوفاء بكل المحبة بكل الدفء إلى هذه القاعة التي ازدادت إشعاعا وتنويرا بحضوركم وحضوركن. اسمحوا لي واسمحن لي أنتم وأنتن سيدات وسادة هذا المحفل بوركتم وبوركتن. إن المتقين في جنات ونهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يأتي هذا الحفل حفل جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن في نسخته الرابعة. هذا الحفل الذي يكون دائما سنويا تقوم به الجمعية، ويكون مداخله لفائدات أيتام الجمعية أو أرامل الجمعية. هذه السنة إن شاء الله مداخل هذا الحفل المبارك سيكون إن شاء الله لفائدات أرامل الجمعية بعد تكوينهم وتأهيلهن للولوج إلى سوق الشغل. فمداخل هذا الحفل إن شاء الله سوف يتم به إنشاء مشاريع صغرى للنساء الأرامل للوقوف على دواتهن ولمساعدة أسرهن دون اللجوء إلى الآخر. وكما يجب أن يكون في علم الجميع بأن خلال هذا الأسبوع افتتحنا دار الأمال وتم تسكين في أسر الأيتام الذين هم في أمس الحاجة إلى مسكن يقيهن من حر البرد ومن حر الصيف ويضمن لهن كرامة العيش الرغيد إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.